اسمي ماهر الشافعي، عمري 25 سنة، من مدينة رام الله. أنا خريج لغة عربية وأدابها من جامعة بيرزيت، وأهتم جداً بالموسيقى. أعزف على عدة آلات موسيقية، على العود والبيانو والكمان، وآلتي الرئيسية هي الكمان. قصتي مع الموسيقى بلشت كان عمري 4 سنين. والدي كان هو معلمي الأول، اكتشف في حبي للموسيقى وبلش يساعدني في تنمية موهبتي. طبعا هو علمني على الأورج اللي كان عندنا في البيت، وفي المدرسة كنت نشيط جدا، ويعني أشارك كتير في احتفالات المدرسة والمهرجانات. ولما صار عمري 8 سنين التحقت بمعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى كدارس لآلة الكمان، وأضفت العود لاحقا من أجل يعني أني أكون على صلة أكثر بالموسيقى العربية. ليش الموسيقى بالذات؟ لأنه فيك تقول أنه الموسيقى هي قدري، يعني أنا نزلت على هاي الدنيا، جيت على هاي الدنيا موسيقي منو أنا صغير. يعني أهلي بلاحظوا علي أني أنا من الناس اللي بتهتم كتير بالسماع، يعني بحب كتير أني أسمع كل شيء حوالي وأدقق في أدق التفاصيل في الأصوات. فالموسيقى هي كانت يعني أحسن فرصة إلي أستثمر يعني شغفي بالأصوات. فقدان البصر بالنسبة إلي قوى عندي طبعاً بلا شك حاسة السمع. فزي ما ذكرت في البداية، أنا كتير بدقق في تفاصيل الأصوات، وهذا إشي بيحتاج الموسيقي جداً. يعني أنا عضو في أكثر من فرقة موسيقية في الوقت الحالي، من أبرزها فرقة يلالان للموسيقى والغناء، وفرقة نوى للموسيقى العربية. من أبرز الصعوبات هي إنك كموسيقي، كتير موسيقيين بيعزف وبيقرأ في نفس الوقت، وبما إنه إحنا ما بنقدر نقرأ النوت من قدامنا طبعاً، إنها تحط النوت على هالستاند وتقرأ، فبالتالي بيكون مطلوب منك إنك تبذل جهد مضاعف علشان تحفظ حفظ دقيق المقطوعة اللي مطلوب منك عزفها.
طموحي أنا في الموسيقى، أنا كلي أمل بصراحة إني أحصل على فرصة لمواصلة دراسة الموسيقى في أحدى الجامعات العالمية. يعني أنا قدمت لمجموعة من الجامعات في أمريكا، ولكن حصلت على قبول، وكانت مشكلتي الكبرى هي قلة ذات اليد، وإنه ما فيش مصاري، وما فيش ناس استعدت تغطي مصاريف دراستي، وهيني مع ذلك ما يئست وما زلت أحاول لعلي أحصل على منحة محترمة من إحدى هاي الجامعات. Yeah.